بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية لكل واحد همه على غيره، نفسه يساعد وينفع، فربنا سبحانه وتعالى بيديله هدية كبيرة قوي هتنفعه في دنيته، وهيتفاجئ بثقل ميزانه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. معنى الحديث: لو علمت أي حد أي حاجة فيها خير أنت تعلمتها، هياخدوا ثواب الخير اللي بيعملوه، وانت كمان تشاركهم في الثواب. من غير ما تاخد من ثوابهم انت هيضاف لميزان حسناتك ثواب قد الثواب اللي أخدوه لما تعلموا منك الحاجة اللي فيها خير دي. يعني واحد يتعلم يصلي على أيديك هو بياخد مليارات الحسنات، وانت كمان نفس الحسنات دي بتتحط في ميزان حسناتك. واحدة تعلمت منك وهي زميلتك في الشغل شيء معين خلاها متقنة أكتر ومحترفة أكتر في الشغل، فبقت تأدي وظيفتها في الدنيا بطريقة أكثر احترافية وأكثر نفعا، فربنا وسع عليها في الرزق وأخذ الثواب عمارة الأرض. كل ده في ميزان حسناتك أنت كمان، لأنك أنت اللي علمتيها. واحد اتعلم يعتذر بسبب أن أنت علمته إزاي يعتذر، ويبقى دايما بيكبر بخاطر اللي حواليه، فكان كل مرة يكبر بخاطر حد ويعتذر له أنت كمان تشاركه في الثواب اللي ما يتوصفش اللي ربنا بيديه لكل إنسان بيكبر بخاطر اللي حواليه. واحدة أنت اللي وصلت لها عمل الخير، فطلعت 100 ولا 200 ولا 1000 ولا 2000 جنيه وفكت كربة إنسان محتاج، أخدت مليارات الحسنات وربنا أخلف عليها في فلوسها، وأنت كمان أو أنت كمان لأنك أنت اللي دليت على الخير. خدت بالك؟ ممكن تفترق أنت والشخص اللي تعلم منك الخير ده لكنكوا افترقتوا في الدنيا، أو أنت رحت عند ربنا سبحانه وتعالى لكن الميزان شغال في صدقة جارية لأنك علمت اللي حواليك حاجة تنفعهم في دنيتهم وتهديهم إن هم ينفذوا مراد ربنا منهم في الحياة اللي احنا عايشينها، وربنا رضي عنهم ورضي عنك. عارف ليه؟ عارف ليه ربنا بيديك الثواب الكبير من غير ما تعمل حاجة؟ أنت بس علمت اللي حواليك الخير ده، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيحب يبني الإنسان الإيجابي اللي بيفكر في نفع اللي حواليه. الشخص اللي مش بيفكر بس ياخد ثواب وينول رضا ربنا سبحانه وتعالى، لأ، ده عايز يشوف الناس كلها ربنا راضي عنها، والناس كلها بتاخد حسنات، والناس كلها ربنا بيغفر لها، ونشترك كلنا في رضا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبعدها بآية: والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. خدت بالك الفرق بين المؤمن والمنافق؟ المؤمن دايما بيأمر بالخير والمنافق بيأمر بالشر. المؤمن محرك لكل شيء يرضي ربنا وبينشره وبيعلمه للي حواليه، عشان كده النبي قال: المؤمن كالغيث أينما حل نفع. الغيث يعني المطرة، لما بتصيب أي شيء أو أي مكان تحييه، فخليك أنت كمان محيي للخير في اللي حواليك، ودل الناس على كل خير تشاركهم في الثواب، ودي هدية من الرحمن.